موسين معكم في كابوتشينو نحكيو فلاحة. سيف الله الخميري المهندس الفلاحي، مرحبا من جديد. أنيس خرباش الفلاح وعضو مجلس مركز اتحاد فلاحة والصيد البحري. شحاب نبدأ معك سيف فيما يتعلق بموسم الطماطم اللي كنا حكينا عليه، حكينا على مناطق جديدة، فما بلايس أو في شمال غربي اللي بدأت تزرع الطماطم. توا موسم الطماطم، في خلال هذا الموسم المرة هذه نحب نحكيو على طرق المداوات، خاصة فما الميلديو، الجيارة والتوت أبسولوتا. هذه تقريبا الثلاثة حاجات اللي يحكيوا عليها الفلاحة واللي تمثلها مشكلة مع الطماطم. تفضل. مرحبا أمين مرة أخرى. هنجم نقولوا توا فما مناطق في تونس اللي هي في الفينيش في 90%، واللي نسبة الرطوبة بدأت تطيح بالقدا بالقدا، والتمبيراتور تطلع ودرجة الحرارة قاعدة تطلع برشا. دونك عندنا ليزاكاريان اللي احنا نقولوا بلغتنا الرتيله، اللي هي بدات تمثل معناتها في مشاكل، وتلقاوها دي فوايه تبدا موجوده في الحقل نتاعنا. والجيار دونك كي نحكيوا على مثلا قروان واحنا هابطين، باش نحكيوا اكثر على جيار اللي هو يتطلب رطوبه اقل معناتها من 50-60%، ويطلب درجات حراره عاليه من 30 وفيما فوق. دونك لازمنا ناخذوا الاحتياطات اللازمه ونستعملوا ادويات اللي تقاوم المرض هذا وما تخليهش يقدم. بالنسبة للروتيلة ديما نراقبوا الحقل نتاعنا ونعملوا دورة، وكيف كيف نستعملوا المواد الفعالة اللي هي تضرب. كان نحكي على طماطم مثلا لكاريان روج والجون، وكان عندنا لكاريان برونزي نجموا ندخلوا البخارة اللي هي تعمل معناتها خدمة ممتازة على النوع هذا نتاع الروتيلة. البخارة المائية سيف، البخارة المائية ولا ماذا بينا حتى كان فما البخارة الأخرى ما تو ما عادش نجد يا حسر ماذا بينا. كيفاش قبل كنت نتفكر أنا قبل في 98-97-95 نفيق الصباح بكري 4:30-5 متاع الصباح، الري الوالد الله يرحمه شدك شكاره الخيشه ومعبيه بك البخاره، تلقاها دف دف فهمت ولا كانت قبل الطماطم فريبه بخاره ومن بعد فريبه زنزار الدواء الازرق فهمت، وتقعد خضره نعناع اللي يكمل الموسم تعمل الكيف حسره. انا نحب نحكي مع الفلاحه على حاجه مهمه، اللي كان استعملنا برودوي سيستيميك راهو وما نعملوهش في الليل، خاطر كي نعملو في الليل الورقه تبدا مسكره، والطماطم ولا اي المنتوج نتاعنا ما تاخذوش ما يدخلوش وينجم يتبخر لنا فيسع ونخسروا هكاك فلوسنا. ولكن زاد ما نجموش نعملوه في القايلة. دونك احسن فتره نتاع مداوات الحاجه سيستميك، ولا كان استعملنا فيرتيليزون ورقي معناتها فوليير، راهو احسن فتره ملي تبدا تزرق الشمس وتبدا تحل ورقتها النبته نتاعي باش نجم تقبل المواد هذيك للعشرة 9 نتاع الصباح. الليل درجه الحراره توصل 27-28 لو وصلت ل 30 راهو ما عادش نجم تاخذها بطريقه باهيه، اوكي باش ما نضيعش فلوسي والمداوات. سينو نرجعوا العشيه وسينو نرجعوا العشيه مخر كيف كيف من بعد ما تيح ترجع درجه الحراره ل 24-22. كي نستعبد نستعمل في حاجه جهازيه باش تدخل الورق راه ما نجمش نعملها في الليل وما نجمش نعملها في القايله. في القايله اي حاجه تكفش، علاش تكفش النبته نتاعي؟ على خاطر الاستومات اكل الاثقاب اللي تدخل منهم وتتنفس منهم وتخدم بهم يتسكروا باش ما تخليش الماء يخرج، باش تحافظ على الماء نتاعها. دونك لهنا ما تنجم تقبل حتى شيء. بينما كي باش نستعمل ماده مثلا كيما المانكوزيب اللي هي دو كونتاكت، ولا باش نستعمل البيريدابين اللي هو من احسن المواد على الرتيله باش نستعمله هو، هذاك سيت ان برودوي دو كونتاكت اللي ما يدخلش الورقه نتاعي اما يغلفها، نجم نعمله في الليل. دونك لهنا يلزم شويه واعي مع الفلاحه والا المهندسين المشرفين على الحقول باش تعرف تنصح وتعرف كيفاش تدخل. انا بعد ساعات عندي فلاحه يستعملوا دواء من احسن الادويه في العالم والناس الكل تشهد به، ويجي هو يقول لك والله الدواء هذا خايب، هو تلقاه عامله في القايله وهو جهازي ما تاخذ منه نبته حتى شيء، ولا يبدا عامله في الليل. واضح. علاش الارشاد مهم والتوجيه مهم، مش نستعمل وحدي. نسمع برشا عن اصدقائنا فلاحه ديما بالتليفون هاكا نعرف شكون عمل الدواء الفلاني والدواء الفلتاني، علاش لازم نرجعوا الى اهل الذكر. اكيد امين، اليوم فما العديد من الامراض وكل جهه وامراضها. ريت نحن في الكابون ديما تلقانا خايفين من الميلديو بحكم قربنا من البحر وكل شيء فهمتي ولا، وساعات درجه حراره منخفضه برشا في الليل مرتفعه في النهار تخلي لك الاسباب نتاع مرض الميلديو. كما قال سيف في القروان سيدي بوزيد وقشيرات هذيك يخافوا برشا من الجياره، يخافوا برشا من الحشرات كيما الروتيلا وغيرها. زاد فما توت ابسولوتا ظهرت السنه سيف، توت ابسولوتا شفناها في القروان ومازالت موجوده حتى لتو في بعض المساحات. شنو هي توت ابسولوتا باش المواطن اللي يسمع فينا اليوم؟ توت ابسولوتا هي حشرة تكون عظمة من بعد تتعدى بأربع مراحل نتاع يرقات ومن بعد تولينا فراشة.
توتا ابسولوت تنجم تخلف لك 100% دي جاما تنجم تقضي عليها قطعه كامله ولا حتى في طماطم في البيوت. فهمتني كيفاش؟ احسن حاجه يلزمنا نتحكموا فيه ملي تعرضنا نبداو نداوي ونداوي بانتظام. ولكن يا سي انيس راه اكثر من هكا. اليوم كي تحكي على القروان ولا نحكيو على عباره على زون انفكتيره، على خاطر تلقى اللي يجمع على المرشي ويخلي كل الفواض المحطوطه، وفما الخرفيه تجي بعد الصيفيه، والاراضي براتيكمون كلها بدات تزرع وبدات تكل وكل ولات موجوده على كامل المساحات. دونك ولي نحكيو على زون انفكتيره، كيفاش نجم نحافظ؟ راه نحافظوا عليها ملي مشتا نحيو كل البلايص نجم تقعد فيهم، هي ننظموا رواحنا المدوات من الاول بكل، ونجموا حتى نرجعوا الحاجه اللي وقتها صارت في وزاره الفلاحه ويعطيهم الصحه كلي عمل عملوا بيجاج دو ماس، معناتها حطوا كلي بيج في البلايص الكل باش عباره نقصوا منها بقيمه 60 ولا 70%، وهذيك راهي نجحتنا ممكن حتى نقول 6 و7 سنوات، خاطر جاوا بعدها لي تريتمون شيميك ديريكتومون قعدوا محافظين لنا على اليوم رجعت بطريقه صعيبه برشا. كي نحكيوا على الملجوء، هو كل مرض سي انيس فما ثلاثه حاجات. لا بريزونس تاع المالادي في حد ذاتها يلزم المرض يكون موجود، يلزم لي كونديسيون نتاع المرض يبداو موجودين باش المرض ذاك ينجم يظهر، ويلزم لا بلونت اوت النبته بيدها اللي يركب عليها المرض. هذوما لي تروا فاكتور. كي نحكيو على الكابون نحكيو ميلجو تحكي على 24 من 20 ل 28 درجه حراره، وتحكي على هوميديتي في 80 90 لمده 3 ساعات، السبور يترشق. لا ترشق السبور يدخل في وسط النبته. لهناش نحكيو السبور هذا اللي هو كيما نقولوا العظمه نتاع المرض الفطري. من كي نستعمل دواء دو كونتاكت ولا نستعمل حاجه اللي تنجم ما تخلقليش ريزيستونس نجم نقضي عليه. ولكن يوسفي هو مثلا كيما نقولوا نحن فقس ودخل في وسط النبته، لازم نستعمل حاجه جهازيه على خاطر هو الداخل، ما عادش نجم نستعمل حاجه لبرا. ولهنا ومن بعد ساعات يدخل الفلاح يرى الحقل نتاعو كله اخضر ولاباس عليه، ولكن هو الاكسبريسيون تاع المرض السمبتوم ما يظهر للفلاح كالاحراق نجم الا بعد جمعه يبدا عنده خصايم من الداخل. سيف فما فلاحه وانا شفتهم حتى على عين المكان، كي تمشي له قبل باربع خمس ايام يقول لك لا لاباس وقطعت رجله منظمه، وبعد ثلاث اربع ايام يهدس له باش يعمل الدواء. فهمت ولا قال شنو نحمي؟ هو يعمل الدواء منه ويبين له المرض. نقولوا نحن تلهب هكا الطماطم الورقه تشيح تكحال وكل شيء، هو ماشي في باله ساعتها مرض. من الجو الميلجو ظهر له بعد الميلجو ظهر له، وهي عندها اربع ولا خمس ايام وهي مريضه. ريكشا انا نقول لهم كي الكورونا تنجم تجيك اليوم ما تظهر كان بعد سبع ايام. عاونتنا نحب نعرج على حاجه امين، لانه زاد يا اليوم المساحات الحمد لله معناها فطنا تويك 13000 هكتار مزروعين. نقول لك على ابواب ل 14000 هكتار، ويمكن حتى بالزراعات الخرفيه نجموا نوصلوا الى 14500 14700 هكتار مزروعه في كامل الجمهوريه. يعني كما العاده الاكتفاء الذاتي واكثر. اكيد اكيد نحن اسمعني نحن الارقام واضحه، ناكلوا بين 150 200000 طماطم فريشكه في الاربع خمسه شهور نتاع الانتاج هذوما. فما حوالي 40000 45000 تمشي لشريحه الطماطم. ايوا في اقصى الحالات، اما انا حسب ما قاعد نسمع اللي انه فما كميات من الشريحه نتاع ملاول مازال في التو، ويمكن السنه الموسم مش يكون متوسط في الشريحه، مش تمشي له كميات كبيره. مش تبقى معناها واضحه لينا تو ايفا وصلنا نحن برا نحسبوا على 14000 بركه، على الاقل عندنا نتاع 700 750000 طن مش تمشي للتحويل، هذايا اللي نجم يجيب لنا نتاع 120000 طن تفي بحاجياتنا واكثر. واليوم نرجع وناكد اللي انه الطماطم موجوده، الطماطم موجوده يا يمكن علامه او اثنين هما اللي مفقودين، لكن الاخرين الكل كي موجودين. اللهفه لا ما نخافوش، والموسم على الابواب، ويانا في اقصى الحالات نتاع جمعتين ثلاثه ماكس ومش ننطلقوا في موسم تحويل الطماطم. ممتاز، هذا هو تو جمعتين اخرين. لذلك حبيت نسال على انطلاق موسم الطماطم المعده للتحويل، بلغه اخرى الماكينات والمعامل وقتاش تدور جمعتين اخرين؟ هو نحن مربوطين بالسخانه اللي مش تكون تو اواخر ماي والجمعه الاولى نتاع جوان. كان جات معدلات فوق 30 درجة وتوصل ل 35 37 بالاخص في قفصة سيدي بوزيد القروان، يوم نجمو ننطلقوا في 14 15 جوان. لكن ما ننساوش اللي انه مربوطين بالعيد، حتى اذا انطلقنا مش نخدموا ثلاثة أربع أيام ونرتاحوا أكل عيد. لكن اللي مؤكد وبحول الله أكيد 19 جوان مش تكون الانطلاقه الحقيقيه والفعليه لجل الوحدات بتاع التحويل. ممتاز، نتعداو الى مره اخرى باش نعاودوا نرجعوا للبطاطا، لانه مش نتعداو عليها مرور الكرام، شفنا انه موسم واعد
تخوف كبير من عند الفلاحة، وخاصة فيما يتعلق بالخزن وطرق الخزن. وهن مالوريزمون مازلنا نحكيو لليوم على الخزن التقليدي يا سيف. صحيح، موجود الخزن التقليدي في بلادنا مازال موجود، ونلقاه براتيكوم من الوطن القبلي وبنزرت هذوما اكثر البلايص اللي يستعملوا الخزن التقليدي. اما ما يلتجؤوا له امين كان كي تبدا فما تدني في الاسعار كبيره، وما عندناش معناتها الامكانيه باش نجموا نخزنوا في بلايص اخرى. دونك يلتجؤوا للفلاح، هو يتسمى حل من الحلول مع المشاكل اللي نجم يخلقها لك، فهمتي كيفاش؟ فما الخزن التقليدي زاد المحسن اللي حسنا فيه شويه. اش معناها الخزن التقليدي المحسن؟ معناتها اللي يضمن معناتها اكثر سيباراسيون مع لونفيرونمون اللي برا، دونك ينجم يتحكم لك اكثر في الـ في الـ في, الـ في الحراره وفي الرطوبه نتاع التخزين، دونك ينجم يعاونك في الكاليتي خير. تعرفوا الخزن التقليدي والخزن التقليدي المحسن المشاكل نتاعهم اللي هو نبداو من النقص الوزني نجم يفوت حتى 10% 12%، وكما ما عملناش ترياج باهي الامراض تنجم تضرب لنا البطاطا نتاعنا، وهكاك نجم نخسروا حتى نوصلوا نخسروا بعض ساعات بشتر المنتوج واكثر. حاجه اخرى سيف، كلامك صحيح، لكن زاد اليوم في الخزن التقليدي حتى الدواء اللي نخزنوا به ياو غالي ويتكلف على الفلاح، وانا اسمحوا لي نجم نسمي حتى دواء اللي هو يخزنوا به اغلبيه الفلاحه اللي هو ماده اللازير هذيك، فهمتي ولا؟ اليوم ياو الليتر نتاعها فوق من 1,200,000 1,300,000. الفلاح الصغير انا نقول لك يلزم اليوم زوز تريت باش يخزن على الاقل معناها المخزون نتاعو، وفي نفس الوقت ياو ديما مربوطين بالسخانه بالاخص اواخر جويليا اول اوت، اذا كانت السخانه فوق ال 40 درجه ياو مهما يكون على الاقل مش نلقاو نسبه 20 معدل نتاع 20% من السلعه نتاعنا اللي نخزنوها مش نفقدوها بحكم السخانه اللي تكون في اخر جويليا اول اوت. نحن بالعكس نحن ما في بينا نمشيو اكثر في الخزن العادي، الخزن اللي بالتبريد، نمشيو اكثر في منظومه داخل المجمع المهني المشترك للخضر، نمشيو اكثر في منظومه اللي انه زاد اليوم الفلاح يلزم يبيع بطاطته على الاقل بسعر الكلفه زايد هامش ربح نتاع 10 15% على الاقل، ونمشيو اكثر للانخراط كل كافه هياكل الدوله في منظومات الخزن ومنظومات المخزون الاستراتيجي اللي باش نجابه بيه وقت اللي ما يكونش عندنا انتاج. صحيح سي انيس كلامك، لكن راهو كيما فما كلفه في الخزن التقليدي موجوده كلفه كيما تحكي الدواء غالي، الخزن بالتبريد راهو يتكلف الطرناطه في الشهر ما بين 25 دينار و 30 دينار، معناتها زاد معناتها ماهوش مش مشكله كان في الكلفه، اما المشكله في النجاعه نتاع التبريد. الخزن بالتبريد هو اللي يوفر لك مده اكثر وما يهلكلكش الكاليتي. احنا شنو يصير بالضبط للبطاطا كي نخزنوها؟ تصير ثلاثه حاجات، اول حاجه هي تعمل ريسبيراسيون تتنفس. دونك ديجاجيك السي او 2 وديجاجي وتسخن الدنيا عليها، وكل ما تبدا الحراره ماهيش منتظمه ولا اكثر دونك باش تولي تتنفس اكثر خرج اكثر سي او 2، دونك باش تخسر وزن وباش تصير لها مشاكل حتى بالامراض. ال ترونسبير تتعرق، فهمتي كيفاش؟ وتنبت. كل ما انت ما تحكمش في درجات الحراره وتوفر رطوبه اقل من 80 درجه كل ما بصير لك اكثر مشاكل. مع انت كان عندك بطاطا اللي صارت لها معناتها مشاكل ميكانيك في الجمعان وما فرستش بالكدا فيها بعض الامراض، ولا الفلاح يخزنوا في نفس المكان ولا تخزن في نفس المكان اللي تخلي لي سبور كما كنت نحكي ديما الامراض موجوده. هذوما الاغلاط معناتها حاجات ما نجموش نتحكموا فيهم، وكي نخسر شطر الصابه لهنا الخساره صحيحه. صحيح. اما الكلفه كي ننجح في هذا وفي هذا راه بعد ساعات نجم تقول كلفه التبريد تكون اغلى. لا انا نقول لك ارخص سيد. لا بالتجربه ريت انت تو تقول لي الترناطة في الفريجوات ب 30,000 في الشهر، هو الخزن مش يكون في اقصى حالاته ثلاثه اشهر يا. صح. الخزن ثلاثه اشهر معناه 100 فرنك يتكلف لك الكيلو، 100 دينار الترناطة اليوم ياو الدبوسه بركه برودوي اللي نخزن بها البطاطا اللي هي تخزن لي الترناطة ب 120 دينار. ما نحكوش على البيرت وكل شيء، اما في هذا الكل كي امين اللي انه المؤشرات نتاع الموسم ياو صابه قياسيه، صابه على الاقل مش تكون فيها من 220 الى 230,000، فوالا يلزمنا نعرف نتعامل معاها، يلزم توفير الكميات والاعتمادات اللازمه للمجمع المهني للخضر باش يقبل على الفلاحه، واليوم ياو كلفه الانتاج توصل للدينار
في الـ في الـ في الكيلو بطاطا يعني ما فيها باش، لانه الفلاح يكون ديما انا ناكد على الموضوع هذا، يزم الفلاح باع 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 بالخساره وفي نفس الوقت يخسر ما يخسر منتوجه، ومن بعد نقولوا وين الانتاج وتمشي عادك اللوبيات المستكرشه الكبيره نتاع التوريد وحل التوريد ونبدا في ضرب البطاطا. في ضرب المنظومات للفلاح هي البطاطا اللي تتعطى الفلاح ومشاكلها البذور، البذور معناها تحكي البذور. اي صحيح صحيح صحيح. الغلاء، الغلاء شيء كبير يا وخمسة خمسة دينارات للكيلو بذور. باش ننتج الغلاء نجم نحكيو فيه، اما قد تعطيني حاجه مريضه ولا حاجه ما تنبتليش ولا تنبت لي هيتروجين ولا مش نفس الفاريتي اللي طالبها. مشاكل عم ناول وتعم ناول. شوف صارت مشاكل. انا واحد من الناس شخصيا كفلاح تعرفت لها وما زالت لحد الان الديون تلحق فيها نتاع مساحات على الاقل 7 هكتارات عم ناول زرعتهم وما نبتوش كومبليتمون وخسرت عليهم غبار ويد عامله ودنيا، وقعدت نتبع فيهم كي نبتت نسبه 10 20% فماش ما يلحق للاخر فهمني ولا، وصار ما صار. وانا كفلاح لحد الان ما زالت الديون نتاع موسم عام الاول، وعلى هذاك انا اليوم كفلاح ما زرعتش بطاطا للامانه. ولكن فما فلاحه اللي مجمو يجابه ومجمو يقاومه، وهاو الحمد لله الانتاج موجود والانتاج وفير، يلزم نقفوا بجنب الفلاحه باش ما يقعدوش وحدهم وباش على الاقل يجابوا مصاريفهم. حبوا نتعداو ونكملوا بسرعه بالحشره القرمزيه. بعد اعلان الساحه المنطقه موبوءة، هذه الحشرة اللي تفتك بعشر ولايات، وعلى ما يبدو الخوف كل الخوف إذا وصلت الساحل. الساحل وهوني لا الخوف إذا وصلت نابل، أما الساحل لا بعد الساحل نابل إذا وصلت نابل شنو عندك نابل والقصرين. نابل والقصرين يا اليوم أمين عندنا 600,000 هكتار تين شوكي هندي يا هو. نقولوا نحن اقتصاد كامل فيه تصدير قاعد يدر عليك على الأقل في حوالي 3 مليون دينار سنويا، 70-80% من التين الشوكي اللي نخدموا فيه ونصدروا فيه زيوت، والزيوت هذه تعرفوا أسعارها حتى على المستوى العالمي وحاجيات معنا عديد من الدول الأوروبية وأشهر الماركات العالمية في التجميل وغير ذلك للزيوت هذه، وحتى في الأدوية فهمتي ولا زاد عندهم حاجيات كبيرة. 600,000 هكتار يوم مهدين ياهو منطقة السويسي الكبرى من ولاية المهدية اليوم إجاحة 100% أمين في سفاق السماعاتش. نحكو على المناطق الفلاحية، ولينا نحكو على المنازل على السكان على الديار على العباد في جبنيانة في العامرة في منزل شاكر، حتى وصلت معنا لسفاق المدينة يا اليوم الناس تسكر ديارها من 7 متر عشية ومن 7:30 والحشرة تهدد حتى فك الصغار اللي يلعبوا وغير ذلك. يعني اليوم يا فما إشكالية كبيرة في الحشرة القرمزية. بدينا نقرأ ونحن في بعض معناها الدراسات اللي تقول لك زادة الدعسوق المغربية اليوم تمجم تكافح وانتظم مؤخرا يوم إقليمي الدعسوق المغربي. أي لكن الوقت يمين علاش هالحشرة دي. أنا واحد من الناس من أواخر 2020 أول 2021 شاهدتها شخصيا في منطقة ولاد الشامخ في المهدية. علاش توكي عنا بريسك 4 سنين توكي بدينا مش انديمار ومش نتحرك وبعد ما ضربت لنا العديد من الاماكن. وتعرف انت قيمه الهندي لهنا في بوعرقوب والا في القصرين، انا نقول لك اقتصاد كبير في القصرين ومعناه وعنده مكانه كبيره. ياهو كان وصلنا لبعض البؤر دخلت للمناطق هذيا ياهو اشكاليه كبيره. تو مش نحكيو على الدعسوقه المغربيه وقتاش مش نجيبوها وهل فما معناها منابت نتاعها لهنا تنجم تكون في تونس لاكفارها والا لا. صحيح ينجم يكون هذا جزء من الحل، لكن ياو يلزم الحوار وايجاد الحلول بسرعه لانقاذ ما تبقى على الاقل مصابه هذه من النباتات هذه نتاع التين الشوكي اللي ياهي اليوم تخدم بصفة مباشرة 30,000 فلاح وبصفة غير مباشرة بصفة موسمية حوالي 120,000 فلاح. يعني نجم نقول لك 150,000 فرد داخل تونس يستقات من الهندي الشوكي. واضح تقريبا هذايا فلاحة مهمة ووجب تطويرها وتطويق المسألة مش جديدة. نحكيو على الحشرة القرمزية تقريبا تفكروا عن أكثر من 1.5 عام عامين تقريبا حكينا على الموضوع هذايا. أنا قلت لك شاهدتها في ديسمبر 2020 جان في 2021 أول مرة ريتها وقتها فاتك ذي هاي وقتها كيف قلنا للأسف كيف حكينا خرجوا السلطات الرسمية وكذبوا وقالوا لا ما فهمش
ما فماش لعيبه سيدي هانا شفنا سي امين نحن في التكذيب رانا دي شونكيو التكذيب اي حال تريستيزا جا لتونس قالوا راهو موجود قلنا لا مش موجود والله 10 سنين نخرجوا من انا انا كيف شاهدتها بعيني والله قلبي يوجعني كيف درت في شويه في الساحل ودرت في 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 احواز الساحل وتشوف انه الطوابي الكل حتى الاصفاقس كلها تحت في القروين انا بديت لا رد بالك مش الطوابي بركه تحت مش الطوابي بركه يا في نحكي لك السواسي الكبرى علاش عاملين وزارعين الهندي باش يوكلوا بهم غنمهم وبقرهم باش ينحي الهندي ويشوطوا على النار فهمتي ولا ويعطيه علفه تكميليه يا ونهارت اللي مشيت الطوابي واندفرت كومبليتمون في 2022 انا ناكد لك 70-80% من المربين هذوك باعوا بقرهم وباعوا غنمهم وفما تاثيرات كبيره على قطاعات صحيح. اخرى مش حتى على قطاع التين الشوكي فقط يا على كل نشكرك برشا سي انيس اذا فما حاجه تحبوا تضيفوها انا نحب نقول هذه خدمه ليزونتومولوجيست عندنا من احسن ليزونتومولوجيست في 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 تونس موجودين عالم الحشرات يعرفوا يحلوها المشكله في جمعه ويعطيوا استراتيجيه في جمعه ونعرف ثلاثه من الناس من اكفى العباد يعيطوا لهم من برا باش يشوفوا لكن معه. لكن كان من نهار اللي ريناها جان في 2021 ما يخليهمش يدخلوا وخلاوهم يخدموا واعطاوهم الامكانيات اللازمه اللوجستيه والماليه ناكد لك انا ماناش في الوضعيه الحاليه للاسف واضح نشكرك برشا سي انيس خربيش بارك الله فيك الفلاح وهاكو اللي نحط كتيبة فلاح قبل عضو مجلس مركزي اتحاد فلاح الصيد البحري خاطر فما برشا نجم ونعرفوه مش قاعد يمارس الفلاحه ولكن يحكي باسم الفلاحه شكرا لك زاده بارك الله في سيف الله الخميري بارك الله فيك المهندس الفلاحي راح يحضركم معنا مهم اليوم انه نحكيو فلاحه مهم واحنا في بلاد فلاحيه بامتياز ما زلنا بعد في الثقافة الفلاحية ما زلنا بعد شوية هذا تقصير منا في الرأي العام انه مانيش نحكيه في الفلاحة ايضا وجب انه نفتحوا قنوات اخرى معناتها رسمية وغير رسمية للتعامل مع الملف الفلاحي في بلادنا قبل غدوة الحي في نفس التوقيت تحية سيد علي اللي كان معكم في الاخراج التقني والرقمي نتلقى غدوة الحي باي باي